يا هلا ومية هلا بطلابي طلاب الصف الثالث متوسط، اهلا وسهلا بكم باخر محاضره من محاضرات منجز الكتاب، تعتبر عندك محاضره رقم 16. هاي المحاضره راح ناخذ بها سؤال الخامس. سؤال الخامس من الاسئله الوزاريه هو الانشاء. الانشاء دائما يجيبوا لك اياه فرعين اي وبي. اضافه قبل ما ندخل هاي المحاضره ونشرحها بشكل تفصيلي، بقت عندنا محاضره واحده، هاي المحاضره ضفت لك اياها بالاخير، نسميها محاضرات التمارين. ضفت لك ما يقارب 12 تمرين، يعني اخذت من الكتاب 12 تمرين. ذن التمارين، اكو تمارين اذا تذكرون سابقا بضمن المواضيع اخذنا تمارينهن. بذن التمارين مشكلتهن ما لهن سؤال ثابت، يعني كل ساعه يجيبوا لك اياهن مكان. ذن التمارين 12 اخذناهن اهم التمارين الموجودات عندك بالكتاب. ان شاء الله بعد هاي المحاضره راح ناخذ التمارين المتعلقات بالكتاب فقط، وينتهي عندنا محاضرات منجز الكتاب وان شاء الله الدرجه الكامله. لاحظوا ياي، عندك اول شيء الانشاءات، عندك السؤال الخامس بالاسئله الوزاريه هو الانشاء. انا كتبت لك الانشاءات الموجودات عندك بالكتاب، اول انشاء راح ناخذه لاحظوا ياي. عندك انشاء كتابه اعلام. كتابه اعلام بالامتحان الوزاري كلش مهم، يقول لك رايت ان ادفيرت، يقول لك اكتب اعلان، يعني من كلمه ادفيرت معناتها اعلان. قاعد يقول لك اكتب الانشاء الاعلان. هذا الانشاء أنا كاتب لك إياه إنشاء بسيط موجود عندك بالكتاب كتاب الطالب، رتبت لك إياه بسيستم صحيح على مود تاخذ الدرجة الكاملة. دائما بالإنشاء أنت شو تسوي؟ خلينا نعطيك طريقة تحفظ بها الإنشاء، غير هاي الطريقة ماكو، لا غير هاي الطريقة يعني واحد كذب عليك بين قوسين أقول لك. أول ما تجي للإنشاء تحدد الكلمات اللي ما تعرفها بالإنشاء. يا كلمة ما تعرفها بالإنشاء حددها، كم كلمة ما تعرفها؟ إذا قلت أستاذ أنا كلهن ما أعرفهن، اقعد وحدة وحدة احفظها. بعد ما تكمل الإنشاء كل الكلمات قمت تعرفهن وتعرف معناتهن أضافة وتسمع نطق الكلمة. أكو قاموس أونلاين راح أضيفه إن شاء الله، راح أضيف الرابط مالته بمجموعة الخارجي. هذا القاموس حاول كل كلمة تجي عليها تسمع نطقها. هنا أنا أقول لي استاذ شنو فائدتها من نسمع نطقها؟ شنو فائدتها؟ إذا سمعت نطق الكلمة بعد ما تنساها، هاي واحدة. أضافة حافظ الإملاء مالتها، هنا سيطرت أنت. الدور يبقى عندك شنو؟ يبقى تيجي تحفظ الانشاء عربي وانجليزي. يعني انت بعد ما حفظت هسه هاي المنتج، حفظت اسم المنتج، بعدها جت لي الاعلان حفظته، حفظ المنتج بعد اعلان تذكر. الدور تيجي تحفظ هذا السطر كله، مو حفظته بالانجليزي، الدور حفظه بالعربي. هسه شنو فائدة العربي تقول لي استاذ؟ دائما فائدة العربي يساعدك بحفظ خطوات الانشاء. اكو بعض الطلاب يكتب السطر الاول، يجي للسطر الثاني، يجي يتذكر السطر الثاني ينساه. بس انت اذا حافظ عربي ما تنساه بعد، فهمت الفكره؟ خلني اعيد لك يعني. اول خطوه تجي لمن؟ للانشاء. تحدد الكلمات اللي ما تعرفهن بالانشاء، تحفظهن خارج الانشاء، بعد ما حفظتهن صار عندك كلمات الانشاء كلهن حافظهن. اكو بعض الطلاب من يقرا الانشاء لا يترجم، لا يقرا الكلمه، يحفظ بس شكل، يحفظ شكل الكلمه، وهذا شيء خطا. هذا ثاني يوم تنسى الانشاء. بينما اذا حفظت بهاي الطريقه اللي قلت لك عليها مستحيل تنسى بعد، وهي افضل طريقه هي هاي، خليها ببالك. هذا انشاء اليونت الاول، مثل ما اعطيتك علمتك على السيستم مالته، اول ما تجي تحدد الكلمات اللي ما تعرفهن تحفظهن، دور تحفظ عربي وانجليزي. نكمل. عندك انشاء، الانشاء الثاني، انشاء قايل لك فايفورت فيلم، من تلقي انشاء قاعد يتكلم عن فيلم. انشاء قاعد يتكلم عن فيلم، تذكر انشاء هذا الانشاء لازم تكتبه، هذا الانشاء موجود عندك بكتاب النشاط من تمرين كامل. هذا انا قبل بساعة كاتب انشاء سابقا، بس انا كتبت هذا انه مختصر وسهل، مختصر كلش باوع. هذا الانشاء عندك، هذا على شكل فقرات. شلون يعني على شكل فقرات؟ اول شيء تكتب العنوان وتكتب قدامه هاي على شكل فاكت فلاي. فاكت فلاي يعني معناته ملف حقائق، على شكل ملف حقائق. الاصدار، النوع، بهذا السيستم تكتبه، ما تتعب نفسك به. زين، هذا الانشاء على شكل فقره، يعني هاي الفقره تكتب قدامها، ايش تريد تسوين على شكل جدول ماكو مشكله، يعني هو قايل لك اكتب لي فاكت فلاي. زين، بالنسبه عندك هذا الانشاء الثاني مثل ما علمتك على نفس الطريقه، لازم تجي تحدد الكلمات اللي ما تعرفهن. بالنسبه عندك انشاء، هذا الانشاء خاف تلقي بالامتحان كلمه انفايت، ادعو، كلمه يقول لك رايت ايميل، من تلاحظ داخل الانشاء كلمه انفايت معناتها دعوه، ادعو. هذا يقول انشاء لازم احفظه، يا انشاء عندك هذا الانشاء لازم تحفظه، هذا قدامك لازم تحفظه. تكتب هاي المعلومات اللي عندك تكتبها داخل الانشاء، مثل ما علمتك تيجي تحدد الكلمات اللي ما تعرفهن. زين، بالنسبه لهذا الانشاء، هذا الانشاء به اكثر من مطلب بالامتحان الوزاري، يعني شلون اكثر من مطلب؟ مرات يقول لك سوي لي دعوه عن شنو؟
عن حفلة تخرج، هاي حفلة تخرج، دعوة عن حفلة تخرج، هاي كتبت له دعوة عن حفلة تخرج. أستاذ جليستاد شنو هذا اللون أخضر؟ هذا اللون أخضر، لاحظ وياي مرات يقول لك يغير لك المطلب، يقول لك سوي دعوة عن موضوع ثاني. تذكر هذا المطلب اللي يعطيك إياه، تذكر هذا المطلب اللي يعطيك إياه، بس غيره خلي هذا، جيب هذا اللي يعطيك إياه، إذا أعطاك هذا نفسي تخيرا على خير، غير لك إياه تجيبه، خلي مكان هذا اللون أخضر. وشوف إذا أكو وقت ساعة باوع حساس، ساعة ما محدد لي إياه هنا، الساعة ما محدد لي إياه والمكان ما محدد لي إياه. إذا ما محدد هنا خليه لنا نفس ندني. إذا مغير لي إياهن لا، أجيب الساعة أو التاريخ اللي معطيني إياه أجيبه أخليه، أو أجيب المكان هنا أغيره. فهمت الفكرة؟ زين لاحظوا وياي، إذا كانت هنا لاحظوا وياي، مو قال لك سوي لي دعوة لحفلة تخرج مدرسية؟ لاحظ هنا عندك حفلة، هاي حفلة تخرج مدرسية، وإذا قال لك ويدنج زفاف، جيب هاي الكلمة خليها بدل هاي الكلمة، لاحظ بدل هاي الكلمة، شيل هاي خليها هنا، إذا لقيت هنا بالمطلب هاي، ها عرفت الفكرة؟ أي وحدة تلقيها من ذن موجودات بالمطلب خليها مكان هاي الخضرة، ها عرفت الفكرة؟ زين المكان يبقى نفسيته، المكان يبقى نفسيته، بينما إذا كان العنوان مالتك فيزيت ميوزيوم، زيارة متحف، إذا قال لك ادعو على زيارة المتحف شو تسوي؟ جيب زيارة المتحف هاي خليها مكان هاي، عرفت الفكرة؟ والمكان إذا ما مطيك إياه، يعني ما محددة هيك بس مطيك إياه بهذا الشكل، ما محددة شو راح تكتب؟ تكتب بغداد ميوزيوم بدل هذا المكان، لاحظ هذا توخرت خلي هذا، شو وقت إذا كان عندنا المطلب الرئيسي هذا زيارة متحف بدل هاي، ها عرفت الفكرة؟ إذا لقيت أي وحدة من ذني يبقى نفس المكان، إذا لقيت زيارة متحف يتغير عندي هذا، إذا لقيت قال لك دعوة عن فيلم لو مباراة، دعوة عن فيلم لو مباراة وين تلقيها؟ تلقيها بالمطلب هنا، لو مباراة لو فيلم هنا، قال لك دعوة ولقيت فيلم، هنا شو تسوي أنت؟ تجيب الفيلم تخليه مكان هاي، ها عرفت الفكرة؟ وش تسوي؟ تغير المكان هذا تخلي مكانه أي وحدة من ذني، ها عرفت الفكرة؟ هسه تقول أستاذ افتهمته، تقول أستاذ وإذا منطيني هو المكان هنا، إذا منطيك المكان هو تجيب المكان بدل هاي، زين، هاي بالنسبة عندك هذا الإنشاء، نسميه إنشاء للوحدة الثانية، هذا الإنشاء الدعوة دي بالك من عنده، جدا سهل وبسيط. مثل ما علمتك اول ما تجي تحدد الكلمات اللي ما تعرفهن، تحفظ عربي وانجليزي، انت الموضوع انت الانشاء كله عندك. بعدها عندك انشاء الحياه البريه، وايلد لايف، الحياه البريه من تلقيها قال لك اكتب ملف حقائق عن حياه بريه، انت تقدر تكتب هذا اللي قدامك الانشاء، تجي تحفظه مثل ما علمتك كان سابقا، تحدد الكلمات اللي ما تعرفهن بيه على كيفك، وبعدين تجي تحفظه عربي وانجليزي. زين نكمل. بالنسبه عندك قال لك اكتب write about your life، من تلقي your life في الإنشاء تذكر اكتب عن حياتك، هذا الإنشاء قدامك. زين كمل. بالنسبة عندك إنشاء TV program، يقول لك برنامج تلفزيون، يعني من تلقي TV program تذكر هذا الإنشاء لازم تكتبه. زين بالنسبة عندك هسه تقول استاذ هذا اللي بدنا الإنشاءات، أقول لك أنا راح أركز بذني، راح أركز على ذني الخمسة، من إنشاء اليونت الأول لحد إنشاء اليونت الخامس، دائما بالاسئله الوزاريه ما يتبعدون عن واحد من عدهم. لاحظوا يعني راح ناخذ من انشاء اليونت الاول انشاء اليونت الخامس، كل سنه ابد ما يتبعدون عن واحد من عدهم، لو اثنين يجيبوا لك من عدهم ذن الخمسه، لو يجيبوا لك واحد من عدهم، فانت لازم تقرا ذن الخمسه، اقل شيء لازم ذن تقرا الخمسه وبالتسلسل، ولا تعتمد على شيء اسمه مرشحات، ترك الهوات، قاعد اقول لك مرشحاتك الهوات. زين هاي بالنسبه عندك الانشاءات طلابنا الاعزاء، هذا كل ما متعلق بالمحاضره مالتنا، ان شاء الله تكون استفاديتوا من عدها، وإن شاء الله نشوفكم بالمحاضرة القادمة في أمان الله.